بعد التنسيق المباشر من قبل الحكومة المحلية في الأنبار مع القيادات الأمنية المسيطرة على أحياء مركز المدينة منها حي الأندلس والبريد وحي الفاروق، فقد سمحت القوات الأمنية بدخول العوائل إلى منازلهم لإعادة تأهيلها جراء الأضرار التي لحقت بها بسبب الأعمال العسكرية بعد التحقق من أهالي المنطقة وعدم السماح بدخول الغرباء إليها. بعد التعاون والجهود المبذولة من قبل كافة قطعات الأجهزة الأمنية لتحرير المنطقة وتأمينها بشكل كامل، الآن وصلنا إلى مرحلة عودة العوائل إلى دورهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية. اليوم ستعود العوائل والآن سنباشر بعودة العوائل. الدوائر الخدمية منها مديرية ماء الأنبار والبلديات والكهرباء شرعت بإصلاح الأضرار وتأهيل الأحياء وبعمل متواصل حتى ساعات متأخرة من الليل. عمل حملة في منطقة حي الأندلس، نحن الآن في منطقة شارع البريد. كوادرنا تقوم الآن بمعالجة نضوحات شبكات الماء التي حصلت نتيجة العمليات العسكرية. بالنسبة لضخ الماء مستمر لهذه المنطقة، لكن هناك بعض النضوحات عالجتها كوادرنا. نتأمل في الأيام القادمة يتم السماح لنا بالدخول إلى المناطق، إلى الجزء الثاني من حي الأندلس ليتم معالجة كافة النضوح. تقريبا بهذه الثلاث أيام بالنسبة لشبكات الماء أنجزنا تقريبا 50%. عمل متواصل والحملات يومية، كوادرنا يوميا من الساعة 7 صباحا تتواجد لحد 4 العصر. اتفاق مع مديرية الكهرباء على البدء أو بالشروع بإعادة الكهرباء إلى هذه المنطقة، حيث أن جميع الأعمدة وجميع المحولات تالفة تماما. سيتم الاعتماد بالوقت الحاضر على المولدات الأهلية والذين تم الاتفاق معهم إن شاء الله تعالى على تجهيزهم كميات من الغاز عن طريق الأخوة بمجلس المحافظة، وإن شاء الله تعالى راح يتم تجهيزهم على مدار 24 ساعة بالكهرباء للمواطنين في هذه المنطقة، ومن ثم إلى أن تكمل الكهرباء الوطنية بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة. الأهالي من الأحياء السكنية العائدين لمنازلهم أعربوا عن امتنانهم للقوات العسكرية بحماية ممتلكاتهم والحفاظ عليها رغم بعض الأضرار التي لحقت بهم ماديا ومعنويا، والسماح بعودتهم بعد أشهر عديدة مرت على نزوحهم منها. والله نطالب بس نرجع لأهاليتنا، والحمد لله والشكر. يعني اليوم وافق نطب لبيوتنا نشوفها ونطلع غراضنا، بفضل كله يرجع العقيد والشرطة والجيش والسوات اللي ساهموا بهذا الأمر وخلونا نطب لأهاليتنا. جه نداء إلى أهالي حي الأندلس بالعودة إلى بيوتهم. هسه حاليا المكان تأمن، واليوم تنظيف شو مثل ما تشوف البلدية دا تنظف الأماكن هاي كلها، جت المجاري وبعد راح تعود الكهرباء إن شاء الله، ونتمنى الحياة السعيدة للجميع. جبنا البطايق اليوم والحمد لله وشكرا، هسه تسهيلات من عندهم، طبت البلدية قاعد تنظف هسه جو بالمنطقة، وإن شاء الله إن شاء الله يخلونا إن شاء الله اليوم نتفضل جوا. من مدينة الرمادي عمر العبيدي، الحرة.